هيدا هو الوضع الجميل، ولكن تجربتك انتخابيا كانت مع تيار المستقبل أو مع السيدة بهية الحريري، تجربة أخرى مع التيار الوطني الحر والجماعة الإسلامية، تجربة اليوم رح تكون مع أسامة سعد. كيف بتقيم هالتجارب الثلاثة؟ يعني تجربتك مع بهية الحريري، تجربتك مع التيار الوطني الحر والجماعة الإسلامية، واليوم هذه التجربة مع أسامة سعد. استيستوني خلينا نتذكر أن المراحل مختلفة. يعني نحن كان عندنا تجربة مشتركة مع تيار رئيس الحريري بالزمان، لأنه الكل بيعلم أنه الوالد الله يرحمه الدكتور نزيب الماضي كان هو أحد الناس الذي ارتأى أنه بإمكان الرئيس الحريري بما يملك من إمكانيات وبما يملك من طاقة وعلاقات دولية في بلد منهار وخارج من الحرب الأهلية، أنه كان بإمكانه أن يقدم إلى لبنان مساعدة كبيرة ويجيب أصدقاء لحتى يساعدوا لبنان، وخصوصا في مرحلة ما حدث ما بعد الطائف يعني تحديدا. لذلك كان يعني نحن بالماضي يعني كان عندنا نظرة إيجابية لما كان يقوم به الرئيس رفيق الحريري وهو الذي استشهد لاحقا بالنسبة إلى لبنان. لكن مع الوقت اليوم بدأ هنالك افتراق في هذه النظرة، لأنه يعني اعتبرنا أنه ليس دائما كل الأمور اللي كانت عم تجري بشكل سليم. بالطبع الرئيس الحريري وهو شهيد لكل لبنان هو كان له الكثير من الإيجابيات مثل ما كان في عليه الكثير من النقاش، ولكن مرحلته اقترنت ببعض الإنجازات كما اقترنت ببعض التحفظات عليها. التحالف القانون الانتخابي اللي بنسميه نحن هجين بالحالي، وهو قانون هجين لأنه هو يعني شوه النسبية وشوه الأرثوذكسي وشوه الأكترية وشوه كل أنواع القوانين الأخرى. تعرف نحن عنا بالطب مثل ما بالفلسفة اليونانية في وحش بنسميه الكايميرا. هو شو الكايميرا؟ الكايميرا هو لما بتجيب مثلا مثل أسد وبتحط عليه رأس نمر، أو بتجيب نمر وبتحط عليه رأس حمار وحشي أو شيء، يعني بتركب تركيبات ما معينة. هدول كمان بالطب نحن بنسميها كيميرا لأنه بنلعب بالأسام الضدية بطريقة بتسمح لنا نواجه فيها أكثر من أنتيجين معين. لذلك هذا القانون هو حقيقة هجين، مش معروف هو شو كيف مركب وليش، لكن الأكيد هو اللي ركبه بنقال عنه مثل ما بنقال دائما باللغة الفرنسية الأوت كوتور، يعني مفصل تفصيل على قياس الطبقة السياسية والنواب اللي طلعوا بالماضي بهذا القانون. هلأ اليوم هذا القانون أول شيء تعلمنا عليه رغم عوراته، صرنا بنعرف حسناته بنعرف سيئاته، بيرجع منصر أنه سيئاته أكثر، وهو قانون حتى النقاط اللي بدها تحسين فيه ما تحسنت. يعني النقاط اللي لازم كانوا يعملوها لحتى يعملوه أحسن، لناحية تسهيل انتخاب الناس بمناطقهم، لناحية شفافية الانتخابات أكثر وغيرها، كلها هيدي ما صارت يعني، وهلأ ديما بنقشوها آخر لحظة. هذا القانون دفعنا بالمرحلة الماضية إلى التلاقي مرحلياً مع التيار الوطني الحر بمنطقة جزين، والهدف حقيقة من هذا التلاقي هو إظهار خصوصية جزين، لأنه هذه تعرف جزين عادت إلى رحاب الوطن بعد فترة طويلة كانت من احتلال العدو الإسرائيلي وبقائه فيها، وكان نحن كتير بهمنا خصوصية العلاقة بين صيدا وجزين، وحدا كان بينفي أنه في ذلك الوقت كان التيار الوطني الحر هو يمثل الشريحة الأوسع من الجمهور اللي موجود بجزين أو من الجمهور المسيحي اللي موجود بجزين، لذلك كان هذا التلاقي. لكن اليوم نرجع منقول بعد 17 تشرين، بعد فشل كل الطروحات السياسية التي طرحت، بعد ما نزلت الناس على الشارع وقالت يا جماعة ما حدا عم بيسمع لي صوتي، بعد ما نزلوا الشباب على الشارع وقالوا ما حدا عم بيسمع لي صوتي، بعتقد أنه حتى التلاقي المرحلي مع أي قوى تقليدية من جلة منحترمها منختلف نحن وياها ما منلتقى نحن وياها مش مهم، لكن التلاقي مع أي قوة من هذه القوى التي كانت مسؤولة بهذاك الوقت وما زالت مسؤولة عن ما حصل في البلاد، بعتبر حتى لو كان هذا التلاقي سوف يؤدي إلى نتائج إيجابية بعتبر أنه هو يجب أن يكون مرفوض. وأنت بتعرف منتي حضرتك حطيتها بالسؤال أنه طرح علينا لقاءات وتحالفات مع قوى كنا منأمن فيها المقعد النيابي بسهولة، لكن اخترنا الطريق الأخرى، طريق هو إظهار أنه
نحن كمرشحين مستقلين، يعني أنا والدكتور أسامة كمرشحين مستقلين، نستطيع أن نحدث الفرق. عسى إحداث الفرق في مدينة صيدا وفي دائرة صيدا جزين يعطي ارتدادات إيجابية في مناطق أخرى.